وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في يوم جديد وحلقة جديدة من الفقه حياة. مرة أخرى نكون على موعد مع العطايا الإلهية. مرة أو يمر علينا اليوم واليوم السادس من شهر رمضان. رب العالمين أدخلنا في غرفة مليئة بالصناديق اللي بيها كنوز كبيرة. قال أنتوا راح تظلون في هذا المكان لمدة 30 يوم، كل اللي تسويه بس تعب نفسك تفتح الصندوق وتأخذ ما تشاء من الكنوز الكثير من عندنا. وأنصح نفسي قبل أن أنصح أي أحد، يفتح موبايل أكثر ما يفتح هذه الصناديق. القرآن أهمل في ربيعه، في ربيع القرآن. الكثير من الصيام يكون عبارة عن حبس النفس عن الأكل والشرب فقط. فأنصح نفسي قبل أن أنصح الجميع بأن نعطي، أن نأخذ من شهر رمضان ما نستطيع أن نأخذه، وأن نعطي شهر رمضان حقه. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم في البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم، حفظكم الله ووفقكم. مشاهدنا الكريم إن شاء الله بعد قليل، بعد أكثر من 13 دقيقة من الآن نكون على موعد مع حضرتك واتصالاتك من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة في وقتها إن شاء الله لطرح الأسئلة على سماحة السيد ضيفنا الكريم. بداية الآية التي نتدبر فيها هذا اليوم سماحة السيد المبارك هي: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صافا آية يعني أنت جنابكم تلوتها من لا شعور، قلت الله على النقطة المهمة التي يضع الله سبحانه وتعالى يده عليها، نقطة مهمة في إشكالية الانتماء. نعم. إشكالية الارتباط، إشكالية الحب. الحب، هل في الحب مشكلة؟ لا، ليس في الحب مشكلة، ولكن نوعية الحب ونسبة الحب ونوعية الانتماء ونسبة الانتماء. وإلا كلنا مطالبون بأن ننتمي، كلنا مطالبون على أن نحب. نعم. وهل الدين إلا الحب؟ هذه رواية، وهل الدين إلا الحب؟ ولكن مشكلتنا أنه عندما نحب لا نقف عند حدود الحب حسب تعبيرنا الحقيقي والواقعي والمطلوب. نعم. حسب تعبيرنا نتمادى في الحب، نتمادى في العشق، نتمادى في الانتماء، حتى أننا نؤله من نحبهم ونؤله من ننتمي إليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ترى يا جماعة أنا أنبهكم، خلي يكون انتماءكم ارتباطكم، أنت تريد تنتمي لجماعة معينة خلاص انتمي، ولكن خلي يكون انتماءك صح، انتماءك معقول، خلي الموازين هي اللي تحكمك. نعم. مو الدوافع والنوازع وال على حال الشهوة والهوى، هذا لا يصير. نعم. مشكلة الناس هذه، شوفوا القرآن الكريم يعطينا صورة من صور يوم القيامة. يقول يوم القيامة، رجاء الشباب والأخوات الأخوة المؤمنين اللي الآن يتابعونا، نعم، شوف الصورة القرآنية. الصورة القرآنية يقول يوم القيامة يجي فلان، استخلي أنا أسميه على حال سين، يجي سين وعنده ما شاء الله جماعة كلهم من جماعته متبعين حسب الآية بالدنيا، كلهم كانوا يسمعون فلان فلان، نعم نعم فلان، نعم نعم فلان، فهو إمامهم، هو سيدهم، هو قائدهم. من يجي رب العالمين يقول له: ليش انت مشيت غلط؟ قال عليه حال: انا مسؤول عن نفسي، انا مسؤول عن نفسي. قال: لا، وراك المليون، ذول المليون شنو؟ هؤلاء المليون انت اللي ضيعتهم، انت اللي اخرجتهم عن الطريق، انت مسؤول عن ضلالتهم. هو شو يقول؟ اني بريء منهم.
يتبرأ. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هو يتبرأ. يتبرأ ممن؟ يتبرأ من جماعة اللي مساكين ضيعوا مستقبلهم، ضيعوا راحتهم، ضيعوا ما أدري إيش في سبيله، وقاتلوا في سبيله. بالله عليك، هاي قضية الزرقة قبل كم سنة، هاي قضية نعم. الزرقة سامعين بها؟ نعم، جند السماء. جند السماء، أحسنتم، جند السماء. شوفوا أسماءهم مقدسة ولطيفة. ذول كانوا يتبعون شخصا سمى نفسه على حال قاضي السماء، وهو على حال شخص اسمه ما أعرف من بيت القرعاوي على حال. هذا كان يقول أنا ابن علي. يا بشلون ابن علي؟ قال أكو نطفة لعلي محفوظة فنزلت إلى أمي وصرت أنا، فأنا ابن علي ابن أبي طالب وأنا كذا. ومولانا اتبعوه المئات المئات من الأكاديميين، أطباء أجانب، عراقيين، نساء، رجال، اتبعوه على أن هذا هو المخلص، المخلص من الضلالة، المخلص كذا، اتبعوه وقاتلوا معه. هاي في قريب النجف، وقتل المئات منهم. زين، يعني قاتلوا من أجلك، قاتلوا من أجلك. يوم القيامة يقول أنا متبري منهم يا ربي. شو متبري من عندهم؟ يقول من يقول لهم يجون وراي؟ لطيفة أستاذ مرتضى. سمعت قبل فترة من واحد سماء لن تسألني منه، قلت له أقول لك هذول الناس أنت شلون يعني، أنتوا مو أنت لأن هو جماعة، قلت له أنتوا شلون ذولا جرجروهم وعلى حال تعرضوهم طلعوهم للمظاهرات للكذا ذولا؟ قال منو قال لهم طلعوا؟ قلت له أنتوا طلعوا. قال منو قال يسمعوا كلامي؟ هم يسمعوا كلام شو سووا؟ هاي قبل القيامة سيدي، وهناك بالقيامة الاتباع. هنا صار في الدنيا خبره. في الدنيا أقول هم يطلعون. قال كلمة هواي مو لطيفة، عفوا ها، قال كلمة هواي مو لطيفة، عبر عنها، خلي عبر والله عنها. لا سيدنا، هي الكلمة وصلت فكرتها يعني. قال أنه هم خراف. لا إله إلا الله. هم خراف. لا إله إلا الله. لما هم خراف يعني شو نسوي؟ يعني الذين اتبعوا، يعني الذين في الواقع صاروا جماعة متبعين من قبل الناس، وذول التابعين إلهم يصفوهم بهذه الأوصاف، يصفونهم أنه إحنا ذول خراف. يوم القيامة الله يقول ذول المتبعين، اتبعوا يعني الذين اتبعوهم الناس، الذين اتبعوا يتبرأوا من الذين اتبعوا، يعني اللي اجوا وراهم. نعم. رب العالمين يقول له ستتبرأ ما تتبرأ. ذولاك سنجي إلى الذين اتبعوا. الذين اتبعوا يا شباب يعني اللي وصاحوا وسووا شعارات وهوسة، ذولاك يبدأون يبينون موقف جديد. شنو موقفهم الجديد؟ أن يا رب لو تعيدنا للدنيا، لو أعيدت الكرة مرة ثانية، إحنا راح بعد ما نمشي وراه. هذول خدعونا. يا ربي لو أعيدت الأمور ورجعنا إلى الدنيا سوف لا نختر بهم، بعد ما نتبعهم، هذول ناس ضيعونا. رب العالم يقول أنتوا على حال تتمنون ترجعون للدنيا وتتركوهم، أنتم في خسارة. تسمحون أقرأ الآيات؟ تفضل. جميلة. آيات هواية جميلة من سورة البقرة. نعم. راح أقرأ الآية القبل، الآية القبل اللي تتكلم عن الحب، آية 165. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أستاذ مرتضى ملتفت، بعض الناس يرتبطون بشخصيات كأنما الله ند لله تعالى واقع. يقول لا سيدنا، أنا ترى ما أعبد الأصنام. بابا أنت جعلت صنم. يوم الأيام قلت لفلان ترى هذا فكرته غلط. قال سيدنا لو يدخلنا للنار إحنا وراه. سيد هذه تنسحب حتى على لاعبي كرة القدم اللي نحبهم، ممثلين نحبهم. الحب، قلت الحب والانتماء والارتباط أن لا يكون أكثر من المعقول والحساب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
والذين آمنوا أشد حبا. بعد ما أريد أتكلم في هذا المال. نرجع للآية اللي مالتنا، شو تقول؟ افتبرأ الذين اتبعوا، اتبعوا يعني اللي الناس اتبعوهم، الذين أصبحوا هم قادة وهم اللي يجرون الناس إلى الغلط. افتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني من جماعتهم من جماهيرهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بعد ما كشارة، لا أنت تشفع لي ولا أنا أشفع لك، لا أنت تدز لي ما أدري بطانية ولا أنا أحصل منك وجبة. تدري بالدنيا ليش تتبعه؟ يدزك كم فلس مو شكله ولا الأسباب انقطعت بعد، لا تدز لي ولا أحصل من عندك. وقال الذين اتبعوا، الجماهير، الجماهير اللي تركض ورا دولة، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني نرجع للدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا، كما تبرأوا ماذا؟ كما تبرأوا منا كذلك. يقول ما دام الآن تبرأوا من عندنا احنا بالدنيا نتبرأ منهم. الله شو يقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ماكو فائدة، ظلمتوا، كسرتوا، أذيتوا، سقطتوا، شهرتوا، ما أدري سويتوا، ترى هذه كلها محسوبة. الآن والله يا ريت أرجع ما أتبعه ميار. وهذا الكلام لا تحسبوه على قضية معينة، جميع من يتبع الغلط ومن يتبع غير المعصوم، هذا شوي انتبهوا إليه، غير المعصوم. أما المعصوم أنا مغمض وراء، ليش؟ معصوم من الزلل، لا يأخذني إلا إلى الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، اللي هم الأنبياء ولا أمة كذلك. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خلود أيها الأحبة، كلمة واحدة حتى نرجع لجناب أستاذ مرتضى. أنت لك حق أن تحب، لك حق أن تنتمي، لك حق أنه توالي، لك حق أنه على حال تقتنع بأي شيء، ولكن ليكن حبك، قناعتك، انتماؤك، موالاتك أن تكون في أطار الدين، اجعل الدين. لذلك أمير المؤمنين عنده حكاية لطيفة، لا تعرف الحق بالرجال. نعم. الحق ما ينعرف بفلان وعلان، الرجال يعرفون، إنما يعرف الرجال بالحق. أنت عندك ضابط اسمه الحق، دخل الرجال في هذا، شوفه يطلع منه لو ما يطلع. الفلتر الحقيقي لتقييم الناس والأفكار والجماعات الحق. إذا قدر أن يطلع بمقاييس الحق فأنا خادمه وخادم الحق الذي هو فيه. أما إذا كان لا، والله ابن فلان وعائلة فلان، والله جميل ولطيف وخوش يغني وخوش يرقص وخوش عنده فلوس. قارون، ما قضية قارون هي قصة، في وقت إن شاء الله نتكلم عنها. فتعالوا لنراجع أنفسنا في هذا الأمر، وهو أمر مصيري، أمر مصيري. أحسنتم الإشارة والتأمل سماحة السيد، وهذه أيضا انتقالة مشاهدنا الكريم للاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة على سماحة السيد رشيد الحسيني للإجابة عليها من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وبإمكانكم أن تطرحوا أي سؤال مرتبط بشهر رمضان المبارك. على أسئلة، طبعا هناك اتصالات هاتفية وهناك رسائل صوتية أيضا من خلال تطبيق المجيب أو من خلال الأرقام أيضا، وهنالك رسائل مكتوبة من خلال تطبيق المجيب. نأخذ أول اتصال من الأخت الكريمة أم فاطمة، تفضلي. حياكم الله أختي الكريمة، علينا وعليكم إن شاء الله، الله يحفظكم. تفضلي أختي أم فاطمة. يعني صوتكم مو واضح، إذا أمكن ترفعين صوتك حتى يكون أوضح أختي الكريمة. يعني نعتذر كثيرا للأخت أم فاطمة، بإمكانها الاتصال مرة ثانية بعد أن يضبط صوتها إن شاء الله ويكون صوتها وسؤالها واضح. نتحول من الأخت الكريمة أم فاطمة إلى رسالة صوتية نسمعها، تفضلوا. السلام عليكم، شلونك مولانا؟ سؤال بلا زحمة عليكم. السلام. احنا بيتنا على طريق المشاية، والزوار كل سنة تنسى شغلات، سوع، سبيح، ملابس وغيرها وشواحن، فهاي الغراض تبقى،
إذا دارت السنة عليها شو نسوي بيها؟ نتصدق بيها، نخليها، نستعملها؟ بس أرد الجواب بلا زحمة عليك. شكرا جزيلا أخي الكريم على طرحك للسؤال، وإن شاء الله تسمع الإجابة. أبو سلمان أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الله يسعدك، شلونك؟ حياكم الله، يا أهلا وسهلا. سيد، أكو واحد بالمنطقة، نعم، قاعد الصوت يرجع علي. يدعي عليك؟ أي يرجع علي. نعم. أكو واحد سيد بالمنطقة أتوالى مياه وأتوالى مياه على مائدة فطار، وأسلم عليه وسلم عليه، وسمعت يقولون ملحد. هذا غير ذاك؟ لا لا، ذاك قال الصوت يرجع علي. ألو. الصوت يرجع علي، أنا آسف الاتصال ما كان واضح. شخص واضح، بس عندي شخص تسلم عليه وهو ملحد؟ نعم، يقولون يقولون، يعني أنا ما تنحن منه. نعم نعم. طيب، سؤال آخر أخي الكريم. لا شكرا. تحياتي لك وشكرا جزيلا لحضرتك. صار عندنا سؤال الأخت الكريمة أو الأخ الكريم قبل الأخ أبو سلمان، وسؤال الأخ الكريم أبو سلمان. نأخذ اتصال آخر أو رسالة صوتية. تفضلوا، رسالة صوتية تفضلوا. عليكم، هل يجوز غسل يوم الجمعة قضاء في يوم السبت؟ يعني يصير واحد يغسل غسل الجمعة في يوم السبت قضاء، وهل يحصل على أجر الثواب؟ أرجو المساعدة، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا أختي الكريمة على طرح السؤال، وإن شاء الله تسمعون إجابة سماحة السيد على هذا السؤال. من سؤال الأخت الكريمة نتحول إلى سؤال آخر واتصال آخر. طبعا الأسئلة، عندنا اتصال من الأخ أبو علي. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بس يأذن. نعم، بس يأذن أنا أفضل نشكال. نعم، فسؤالك شنو؟ بس يأذن أنا أفضل، بس يأذن الله أكبر أفضل، فيها إشكال؟ بيها إشكال. واضح واضح واضح، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، وشكرا جزيلا على اتصالك. عندنا اتصال آخر لو رسالة صوتية نأخذ. رسالة صوتية عدة، تفضلوا. السلام عليكم. واحد، هل صحيح أن الطفل لا يصح الخروج به قبل أن يبلغ 40 يوما بعد الولادة كما هو سائد في مجتمعنا العراقي؟ السؤال الثاني، هل وردت روايات في وصل الطفل في يوم 40 بعد ولادته أو تأخيرها إلى ما بعد 40 يوما؟ شكرا جزيلا أخي الكريم. وصل الطفل بعد 40 يوم. تحياتنا لك وشكرا جزيلا على طرحك لهذه الأسئلة. بصراحة الناس اللي يسألون أسئلة شرعية ناس يعني إحنا نحبهم، لأن هم ناس متشرعة، ناس يبحثون عن رضا الله تعالى. حتى إذا كانت أسئلتهم لدى البعض بديهية أو واضحة، جيد إنه الإنسان تقدم خطوة للأمام وحاول أن يطرح السؤال ليعرف مدى رضا الله عن أعماله. من الرسالة الصوتية نتحول إلى من؟ صفاء. صفاء تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام أخي الكريم. عليكم. علينا وعليك إن شاء الله، يا أهلا وسهلا. السؤال ممكن سؤال للسيد؟ تفضل عزيز. برنامج سات ليجو ما رأي المرجعية بالموضوع يعني؟ نعم، بالتفصيل يعني رأي المرجعية حول قرار سات ليجو البرلمان يعني. تحياتي لك أخي الكريم. طبعا هو برنامج فقهي للإجابة على الأسئلة الفقهية، ولكن إذا كان لدى السيد تعقيب على السؤال أو على المداخلة إن شاء الله تسمع التعقيب. تمام، شكرا. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. هناك يعني برامج مختصة بهذا الشأن، ولكن برنامجنا هنا للإجابة على الأسئلة الفقهية. شكرا للأخ صفاء وتحياتنا إله. عندنا مشاركة أخرى، رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم سيد. عليكم سيد السلام. أنا مصادق من الكوت، والدتي مطلوبة صيام 40 سنة لأسباب، فتريد حقها من الورث الثمن من البيت مال والدي، تقول بعد وفاتي تنطوني الثمن تسددون بيه صيامي، إلها حق بالثمن بعد ما تتوفي لو ما إلها حق يتوزع على الورثة، وهي هسه كاتبة وصية بهالشي، جايبة وصية وكاتبة بيها انه انتو سددون بصيامي بعد وفاتي بالثمن حقي.
يعني الظاهر هي بعدها ما موزع التركة، تركة والدها. فخلينا نجاوب على هذا السؤال وبعدين نجي لبقية الاتصالات سيدنا، لأنه خاف ننسى تفاصيل. أولاً الأخت الكريمة، الزوجة لا ترث من البيت كله، الزوجة لها ثمن، ولكن الثمن من المنشآت، من السقوف والجدران والشبابيك، أما من الأرض لا ترث. فالبيت إذا يسوى 80 مليون فثمنه 8 ملايين. نعم الشكل 8 ملايين، 8 10 ملايين، 10 نعم 10 ملايين. 10 ملايين هذه إذا كان في الواقع الأرض، يقيمون الأرض يطلعوها، مثلا البيت 80 مليون، الأرض 50 مليون، والبناء 30، فيتأخذ ثمن 30 والأرض ما إلها. هذا واحد. اثنين، الوصية على أنه حقي وسهمي أنطو للعبادات وما إلى ذلك، الوصية تنفذ في الثلث، يعني ثلث الثمن، ثلث تركتها هي. إذا الأولاد ما قبلوا قالوا لا أمنا ما صامت، هي كان لازم تصوم، لو ما صامت نحن نريد حقنا. فإذا ما نفذوا الأولاد هذه الوصية فلا تجري الوصية إلا في ثلث الثمن اللي حقها. نعم واضح. وعليه فهذا الكلام يرتبط بمن؟ بقبول الورثة. وقلت الثمن، ثمن المنشآت وليس الأرض. أو سيدنا ممكن على حياتها تأخذ حصتها من التركة هذا الثمن، إلا اللهم إلا اللهم مات زوجها والآن تقول ماما أعطوني الثمن مالتي، تأخذ ثمنها. بس حتى إذا أخذتها سيد وراء الوفاة راح يبقى لها من الثلث بس اللي تقدر. لا تتفهم. في حياته تأخذ ثمن مالتها، تقول هاي الثمن مالتي أنا أملكه، بعدين تجعله عند أحد بعنوان ما أدري، هبة، معوضة، ما أعرف، أكو وما هناك طرق كثيرة حتى تحافظ عليه. ولكن إذا ماتت، إذا ما ضابط الأمور أيضا يروح للورثة يعني. ولكن كلامنا 40 سنة ما صايمة، 40 سنة ما صايمة، وين كنتي يا حجية؟ والآن تفكرين بالتفاليس، والله أولادي يطوني. الآن أنت على قيد الحياة، صومي بابا، صومي صومي ولو يوم، صومي، قولي يا ربي أنا تايبة إليك وأريد أصوم، صومي، أدي حق الله. أما تفكرين بالفلوس، والله الله ما يحتاج لا فلوسك ولا حقك ولا أي شيء من هذا القبيل. الناس أخ مرتضى، الناس تصور أن الله إيش قاعد أعطي سيدنا، حتى الله ما يحتاج لا فلوسنا ولا هم يحزنون. الله يريد من عندنا طاعة، الله يريد من عندنا خضوع، الله يريد من عندنا تسليم. أما هاي الحالة اللي موجودة إنصافا، نعم، لا ليست سليمة. أحسنتم سماحة السيد. نعود لاستقبال المشاركات والاتصالات والأسئلة، وما أعرف من اتصالنا أو رسالتنا الصوتية الآن. قبلها خلي نشوف الرسائل المكتوبة أيضا، لأنه لها حصة. لو عندنا اتصال، أم محمد أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو مولاي، أنا أخذ علاج حتى لا أفطر في شهر رمضان، لكن بعد شهر رمضان تصير لي مشاكل هرمونات وهذه، فأسأل إذا بها أذية يجوز لي أخذ العلاج أو ما يجوز لي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا من نوع الحمد وبعيدة عن قراءة الأدعية، يعني قليلة أقرأها، لكن كثيرة قراءة القرآن، يعني الحمد لله شهر رمضان أختم 4 ختمات، لكن هذا اللي أنا ما جاي أوازن بين قراءة القرآن وقراءة الأدعية. نعم. هي إشكال علي لو لا؟ وشكرا. سؤالك الأول عليكم. حجية لحظة أم محمد، سؤالك الأول قلتي أنا أتأذى، شنو يعني أتأذى؟ يعني أذية الهرمونات، إنه يكون عندي خربطة هرمونات بعد شهر رمضان. يعني هذا يحق لي إنه أنا هسه شهر رمضان أخذ. لا مو أعرف يصير عندك خلل بالهرمونات، ولكن أقول أذية شو تقول؟ الهرمونات بسبب العلاج. أذية كبيرة يعني أذية تؤذي جسدك، تؤذي صحتك يعني. يعني ما أقدر أسبب أنه أقول أنه سبب كبير، لا، لكن أرجع يعني لازم أراجع دكتوري. واضح. هيا شكرا على اتصالك أختي الكريمة أم محمد، وتسمعين الإجابة إن شاء الله بعد قليل. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. عندنا اتصال من منو؟
أم مازن أختي الكريمة تفضلي. أشكرك رحمة الله والديك. حياكم الله. أنا أحنا بنتي متزوجة. نعم. عمرها 19 سنة. نعم. متزوجة على بنات اثنين من الدورة مالتها قاعد تخربط علي العقل. نعم. وهي صايمة والدورة بعد 8 أيام يلا تتقدم يعني عليها تنزل. نعم. فما شنو الحكم يعني مالتها قاعد تنزل عليها شلون الوردي هيك مثلا خفيف يعني هيك مو يعني شاء الله دم ولا سيدنا السؤال واضح عند جنابكم؟ لا. ممكن توضحين مرة ثانية أختي أم مازن لطفاً؟ والعطر بنازح مطمومين فأطر العطر. بس قبل العطر أختي عيدينا السؤال خلي توضح شوي أكثر. ها عندها دورة مالتها بعد 8 أيام يلا تنزل عليها. نعم. وهسه من المرحلة اليوم قاعد ينزل عليها شلون يعني هيك فاتح مو يعني هي دم ولا هي يعني شو اسمه ما ادري وهي الدوره مالتها بعد 8 أيام الوعده مالتها. نعم. ولابا يعني يروح من عندها ساعتين ثلاثه ويعني اكثر وترد تنزل عليها شويه شويه شلون الوسخ اللي هيك الدم الفاسد. نعم. اي فتعرف الحكم تظل صايمه لو تفطر يعني شلون؟ ان شاء الله تسمعين الجواب صار واضح السؤال سيد؟ بني. شكرا جزيلا اختي. والعطر سالتي عنه حكمه في شهر رمضان. اي. يعني اثناء الصيام. يلا. شكرا اختي الكريمه حياكم الله مع السلامه. تحياتنا لحضرتك. شكرا للاخت الكريمه ام مازن. متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم في استقبال مشاركاتكم واسئلتكم من خلال ارقام الظاهره اسفل الشاشه للاتصال بالبرنامج وطرح الاسئله على ضيفنا الكريم سماحه السيد رشيد الحسيني للاجابه عليها. عندنا اتصال من منو؟ عادل تفضل يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم ان شاء الله عليكم. علينا وعليك ان شاء الله يا اهلا وسهلا. سيدنا عندي سياره بعتها قبل مده وعندي المبلغ مالتها وهسه اجت راس السنه الخمسيه مالتي. لاني تخمسين هنا كان من المؤونه يعني كان راتبي اجمعه وساعد سلفهم من الدوله اللي اشتريت بين السياره. نعم. سيارة انت تستخدمها لاحتياجاتك اليومية صح؟ نعم نعم سيارة خصوصا يعني الاحتياجات بس على المبلغ اللي اريد اشتري فيه السيارة بس اجت راس السنة الخمسية مالتي. واضح. يعني ما تقدر تصرف الفلوس قبل ما تجي راس السنة؟ يعني ما اقدر يعني هي ورا رمضان يعني ما اقدر يعني اصرف. على اي حال يعني. على اي حال اسمع الجواب ان شاء الله. ان شاء الله تسمع نعم. الجواب ويكون عندك سؤال اخر اخي عادل. شكرا شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا لك. الأخ الكريم عادل. عندنا اتصال من يعقوب تفضل يا يعقوب. السلام عليكم كيف صحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويسلكم طولة العمر إن شاء الله. أجمعين الله يحفظكم صحة وعافية إن شاء الله. سيدنا عندي سؤال. سيدنا أنا بالركوع بالسجود أسوي إضافة يعني مثلا بالركوع أقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم عبدي وليك الفرج وارحمنا برحمة الواقعة. نعم يعني في أشكال شرعية ما في أشكال شرعية. السؤال الثاني انا اصلي ورا شيخ اخباري واتبع سيد علي السلطان في اشكال شرعي ما في اشكال شرعي. واضح. والسؤال الثالث انا ما اطلق امض عيوني دائما ما افتح عيوني. شنو الشيخ الاخباري شنو يعني ما شنو تقصد شيخ اخباري؟ يعني اتابع اي مرجعيه لا متبع لها يتبع يعني شلون ما ينجز هيك. خير ان شاء الله. ان شاء الله اغماض العين اثناء الصلاه. السؤال الثالث بس مجرد اغمض عيني ما اصلي يعني ما اعرف افتح عيوني قليل افتح عيوني بالصلاه. تغمضها حتى تركز و يعني حاله الشعور. مجرد تركيز بالصلاه انا لا اروح بالي بعيد منها لو منها اظن منتبه شلون انت مغمض. واضح يعقوب شكرا لك على اتصالك اخي الكريم. تحياتنا لك ومع الف سلامه. شكرا الاخ يعقوب طرح لنا ثلاثه اسئله وان شاء الله راح يسمع جوابه عليهن بعد قليل. من سماحة السيد رشيد الحسيني وقالنا ناخذ مشاركة أو مشاركتين حتى بعدها إن شاء الله نتحول إلى الإجابة على الأسئلة جميعا. ناخذ مشاركة واحدة رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم. السلام. عندي مشكلة أنا دائما أطرح وصعوبة سردي الأطفال كل 7 سنوات كل 6 سنوات كل 3 سنوات وطفل أطرح وطفل يصير إلي. جبت 3 بنات وبعدين جبت ولد معوق من شدة التعيير يعني يعيرني اكو 2 يعني يحب لما يجيب انا يعيرني 2 من حوامل وعيرني فانا ابتليت يعني حسدتهم وتمنيت يعني يوقع الاطفال ببطنهم وبعدين 2 انطرحن
بعدين ندمت قلت انه يعني ما يستاهل يعني انا اقول رب العالمين انا موتن الله يجازيهم زين. انا الحكم شنو علي يعني حكم علي مثلا انطدي لهم الاستغفار التوبه شنو الحكم اللي علي؟ واضح رغم انه هي يعني مدياتني هن كلش مدياتني ولحد الان مدياتني. شكرا للاخت الكريمه والله يحفظها ان شاء الله ويمن عليها بالسلامه والعافيه. ناخذ اتصال اخير. لا بأس ناخذ اتصال اخير. ام منصور اختي الكريمه تفضلي. اسال عن الصلاه من ظهري يوجعني والدكتور قال لي قاعد حد خمس دقائق وين صلاه تطول يعني ربع ساعه ثلث ساعه شلون يعني حكم ما اقدر اصلي وانا نايم على صفحتي؟ نعم ومشكور. يعني الوقوف زحمه عليك؟ الوقوف الوقوف صعب. أم منصور تسمعينا؟ فقدنا اتصال الأخت أم منصور. تحياتنا إلى إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي الكريمة. شكرا لكم على أسئلتكم. والآن نعود للإجابة على هذه التساؤلات. سيدنا الكريم نبدأ من سؤال الرسالة صوتية على طريق المشاية بيتهم ويقول الزوار أحيانا ينسون أغراضهم بعد سنة شو نسوي؟ في واقع الحال الأشياء التي تنسى أو الأشياء التي تترك على قسمين، أشياء ثمينة وأشياء رخيصة، فقاعد بتعبير خطيرة وحقيرة. نعم. يعني حقيرة ما لها قيمة، والخطيرة يعني لها قيمة وذات قيمة. موبايل لها قيمة، ساعة لها قيمة، أما مرة لا قلم أو سبحة مربع أو مثلا مولانا غترة أو كذا، هذه يفرق بينها. إذا كانت من الأشياء الحقيرة اللي هي عادة الناس لا يهتمون إليها ولا يهتمون بها، يمكن نصدق بها على الفقراء وفي أمان الله ما في مشكلة. أما إذا كانت أشياء خطيرة، موبايل، ساعة ثمينة، أو مثلا مولانا الأجل، شيء مثلا ثمين، هنا من باب أنه عسى ولعل أن يعود هذا الزائر ويسأل عن حاجته، فنحن نحتفظ بها لمدة سنة إلى أن يجي، إلى أن صير زيارة ثانية. إذا أجى جيد، هاي موجودة ونعطيه إياها. وإذا سنة كاملة وما أجى، سنة كاملة وما أجى، فنيأس من وجوده أيضا نتصدق بها عنا بعد اليأس بعد مرور سنة كاملة. أحسن. عام كامل. الثمينة، الأشياء الثمينة. الثمينة. أما الأشياء غير الثمينة لا. لا فانيلة كذا على الحبل ما أدري خاولي كذا، هاي الأمور تعطى للفقراء. تمام. الأخ أبو سلمان حكى على شخص غير مؤمن بوجود الله سماه ملحد، قال الناس قالوا هذا ملحد، فأنا جمعتني به صدفة سلمت عليه صير أتعامل وياه يدعوني وكذا. ما في إشكال في واقع الحال أنه إنسان يتعاطى مع الناس، يذهب إليهم ويجلس معهم، وما يقال أنه هذا ملحد هذا على حال لابد الإنسان يتحرى. المشكلة أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا أنه لا تتبعون أخبار غير دقيقة اللي بعدين أنتم تحكمون على الآخرين بحسب تلك الأخبار غير الدقيقة، وبعدين أنتم تتندمون على أنه شلون حكمتوا على الناس بحسب الأخبار غير الدقيقة. الآية أقراها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن حققوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حاولوا أن تتريثوا في اتخاذ قراراتكم، حاولوا أن تكونوا على بينة من كل قضية أنت تريد تقرر فيها. لذلك ما ينشر في الفيسبوك، ما ينشر بالسوشيال ميديا، ما ينشر على فلان وكذا، فلان اشترى، فلان سافر، فلان أكل، ديروا بالكم لا تحكموا عليهم، لأنه يوم القيامة ستحاسبون على ظنكم السيء، فإن بعض الظن إثم. في حال تحرى وتأكد هذا الشخص غير مؤمن بالله، إذا قالوا لا أصلا هذا واقعا والله بالله تالله هذا ملحد، هنا عليه حال نحكم بارتداده، نحكم بارتدائه، يصير يسلم عليه يلتقي به. السلام بهذا المعنى أنه قد يحكم بنجاسته. نعم. يعني إذا صار ملحدا يحكم بنجاسته، في مشكلة. واضح. طيب من سؤال الأخ أبو سلمان نتحول إلى رسالة صوتية
عن جواز قضاء غسل الجمعة في يوم آخر، غسل الجمعة في يوم آخر. في واقع الحال يوم السبت عندنا روايات أنه يوم السبت يمكن أن الإنسان يغتسل غسل الجمعة قضاء، فقط يوم السبت. يوم السبت يجوز أن يقضى غسل الجمعة لا إشكال، ويحصل عليه الثواب، يحصل الثواب. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو علي سأل قال أنا بس يأذن رأسا مباشرة أفطر بها إشكال؟ طبعا وردنا هذا السؤال في حلقات سابقة. لا إشكال في ذلك ما دام أنه الأذان ارتفع، يعني أيها الناس دخل الليل، ورب العالمين يقول وأتم الصيام إلى الليل، خلص صار الليل أنا أكل، ما يحتاج أن أنتظر المؤذن. واحد يقول سيدنا لازم يخلص المؤذن، قلت له بابا هذا بعد مؤذن 20 دقيقة يغني، كان شلون أقدر؟ لا، بس قال إن الله وملائكته رأسا اقرأ سورة القدر، مستحب جدا سورة القدر، والدعاء اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا، وتأكل إن شاء الله تعالى. الدعاء بشكل عام قبيل الإفطار مستجاب سيدنا. طيب الأخ برسالة صوتية سأل عن بعض الأشياء الشائعة بين الناس، قال الطفل ما يطلعوه قبل 40 يوم وما يغسلوا له إلا بعد 40 يوم. مسكين الله هذا الطفل. يعني الطفل يبقى 40 يوم، هذا مولانا يخيس هذا. لا إله إلا الله. لا حبيبي، هذا الكلام أنه الأطفال لا يغسلون لا هذا ليس صحيحا. هاي الأشياء حسب تعبيرنا القديمة اللي توارثناها من العجائز كثير منها غلط، كثير منها غلط. الطفل أول ما يجي يسبحوه كذا يصير مسحوه ويغسل ويغسل وينظف، هذا كله على حال فيه ميكروبات فيه مشاكل. فتنظيف الطفل أمر طيب، وتأخير إلى بعد 40، أصلا ما أكو شيء اسمه 40، شيء اسمه 40 من ناحية الشرعية ما أكو. حتى المرأة أستاذ مرتضى، نعم، حتى المرأة يصورون أنه بعد 40 يوم تقوم تصلي وتصوم، ما أكو شكل شيء. النفاس 10 أيام، أكثر هو 10 أيام، قد يكون النفاس يومين، يومين قطع الدم خلص تقوم تغتسل وتصلي. فالنفاس أكثره 10 أيام وأقله لحظة واحدة، فهي 40 يوم شوية حسب تعبيرنا حذفوها من الذاكرة. أسئلة اللي شوية تسحبنا للمناطق السياسية وكذا، تحب نطرحها سيدنا؟ لا شوفوا، سأل عن انتخابات سانت ليغو، انتخابات وقانون سانت ليغو وكذا. شوفوا أخواني، أنا أريد أنبه ونبهته كثيرا ودائما أقول سمحت السيد المرجع الأعلى حفظه الله تعالى عنده موقع رسمي وعنده متحدث رسمي وعنده مكتب رسمي. الأشياء اللي تريدوها من عنده، أول كان صلاة الجمعة، في خلال صلاة الجمعة يبرز آراء حفظه الله تعالى. الآن أكو مكتب وأكو موقع أكو متحدث، فيمكن إنسان الرجوع. أما جنابي أو غيري أنه شنو رأي السيد، أنا لست ناطقا ولست ممثلا ولست مخولا في هذه المسائل أصلا. نعم عندي وجهات نظر، وقد أعرف وجهة نظر سماحة السيد، بس أنا على حال لست مخولا. نعم. في هذا المجال. الأخت الكريمة أم صادق تحدثت عن الصيام 40 سنة، حضرتك جاوبت عليه اللي هو إلى علاقة بالتركة. طيب أم محمد تقول علاج أخذه في شهر رمضان حتى ما أفطر، ولكن هذا العلاج بعدين بعد شهر رمضان يسبب لي مشاكل بالهرمونات. شوفي حجية، الله سبحانه وتعالى جعل المرأة بطريقة أنه كل شهر تنزل عليه دورة، تبقى أنا أخذ حبوب حتى لا تنزل الدورة حتى أصوم، ولكن بعدين يصير عندي مشاكل. لا يجب عليك ذلك، اجعل الأمر كما هو، صومي عندما تكوني أنت على طهر، واقعدي عن العبادة عندما يأتيك ماذا؟ تأتيك الدورة الشهرية. فهذا أمر ليس ملزم عليه، ليست ملزم عليه المرأة. نعم. أن تأخذ عقاقير تمنع عنها الدورة حتى تصوم، ماكو إلزام، وأنت خليكي على حال في راحة من أمر. بالنسبة لمن يسقط عنها صوم في هذه الأيام اللي ذكرتها جنابكم سيدنا، تبقى ممسكة عن الطعام والشراب أمام الناس؟ يستحب ذلك. نعم. يستحب ذلك. نفس الأخت الكريمة أو الحاجة الكريمة أم محمد سألت قالت أنا أقرأ قرآن بشكل مكثف، واي أقرأ قرآن بس قليلة قراءة الأدعية، تفضل سيدنا. ورد في الحديث الشريف، وأنا صائم طبعا لما أتكلم يعني متأكد الحديث موجود، أنه إذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فادعو. فأنت ما تريد تكلمين ويا الله،
تيدي الله يكلمك ممتاز، ولكن عندنا على حال جملة من الروايات وآيات كريمة ادعوني أستجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله يحب أن واحد يدعوه. ستي ما تحبين مثلا أولادك يطلبوا من عندك؟ أنا أحب، الله يحب أن عبده يقول يا الله أريد فلان شيء، يا الله اغفر لي، يا الله. ممتاز، رب العالمين يحب ذلك، فتعالي ادعي. وهذا التراث الذي تركه لنا أمير المؤمنين والإمام السجاد من المناجات والأدعية، لماذا لا نقرأ ولو دعاء واحدا؟ وهذا أمر طيب، وقراءة القرآن أيضا طيب، ولكن أن نجمع بين الطيبين هو أطيب. شكرا جزيلا سيدنا الكريم، وإن شاء الله تكون الإجابة واضحة للأخت الكريمة أو الحاجة الكريمة أم محمد. الوقت أدركنا وعندنا مجموعة من الأسئلة. الأخت الكريمة أم مازن تتكلم عن تفاصيل مرتبطة بالدورة الشهرية وبيتها المتزوجة وثمان أيام وتجيها الدورة. سيدنا شنو تقول؟ سيدنا بعد ثمان أيام راح تجيها الدورة، لأن تعتبر أن الدورة دورة وقتية. نعم. وقتية عددية، وبعد ثمان أيام راح تجيها. بس الآن صار عندها شنو نزول بعض القضايا، هذه استحاضة. نعم. أي شيء قبل الدورة وبصفات غير الدورة فهي استحاضة، إذا كانت كلش قليلة إلى حكام. أنا أرجو الأخت هذا التطبيق يشوفه على الشاشة الموجود قدامه، هذا التطبيق الموجود، نزلي أختي هذا الباركود، صوري راح ينزل عندك، واسألي وابحثي ما تريدين في هذا المجال. أنا في بث مباشر ما أقدر أدخل في تفاصيل. نعم. هاي القطنة شلون ما أدري. نعم. كذا شلون. فالاستحاضة إما قليلة أو متوسطة أو كثيرة لها أحكامه. نزلي هذا التطبيق وابحثي فيه. العطر في شهر رمضان بالنسبة للصائم تحفة الصائم. الطيب تحفة الصائم، ليس مكروه. أنا أتعطر وأطلع. ليش؟ لأنه طيب، الطيب على أي حال زينة الأنبياء، ليس مكروها للصائم. تمام. الأخ الكريم عادل قال بعد سيارتي وبمبلغ مبلغها لحد الآن ما مخمسة وصار علي الخمس، شنو أخمس له؟ لا سوء حظة. أي نعم سوء حظة. ليش؟ أنت تجي تبيع سيارتك قبل سنة الخمسية بيومين ثلاثة، خسرت الفلوس بيدك. نعم سيارتك كانت، سيارتك كانت مؤونة، مؤونة ما عليها خمس، بس لما بعتها وخليت الآن الفلوس بتشيس قدامك وجت رأس السنة الخمسية عندك شيء زايد، تقول سيدي مو هاي السيارة راح اشتريها. الآن اشتري، الآن اشتري قبل ما تجي السنة الخمسية، وإلا خمسة راح يطير. نعم واضح أخي. شيء الأخ يعقوب يقول بالركوع والسجود أزيد على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وبحمده، أقول أعجل لوليك الفرج وأرحمه برحمتك. على أي حال أي دعاء في الصلاة ما في مشكلة، أي دعاء أنا أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على إلهي وفقني لما تحب مثلا، أو سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهر، أي دعاء في الصلاة ما في إشكال، بس أن لا يكون دعاء ملحونا وتأليفا، تألف من عندك لا، وإنما يكون دعاء مأثور وغير ملحون. أحسنتم سيدنا، غير ملحون يعني ما بي أخطاء لغوية. وندعو باللغة الفصحى. عندنا السؤال الثاني حضرتك حبيت أيضا نتعلق عليه سيدنا، اللي هو أصلي ورا شيخ إخباري، وحضرتك سألت يعني شنو تقصد إخباري؟ يعني هذا الشيخ ما عنده تقليد يعني، وإنما نعم. يقلد شخصا مات قبل 200-300 سنة. نعم. هكذا تقليد باطل. وأنا لما أصلي خلف شخص أعتقد بحسب تقليدي، يعني أنا لما أقلد السيد الخوئي أو السيد السيستاني الله يحفظه، الله يحفظ السيد، يقول مثلا أن تصلي أنه من عمل من غير تقليد فصلاته باطلة. من يقول؟ سيد الخوي أو سيد السيستاني. فأنا لما أصلي وراء واحد اللي هو ما يقلد فبحسب رأي مقلدي مرجعي أن صلاته باطلة، فما أصلي. شلون أنا أقتدي خلف شخص هو محكوم ببطلان صلاته؟ واضح شلون صارت القضية؟ نعم مولانا. إغماض العين أثناء الصلاة طلبا للخشوع والتركيز ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، وإن كان هناك كراهة. أكو هالشكل أنه يكره، ولكن ما دام يريد يركز ما لا إشكال في ذلك. طيب رسالة، كانت رسالة صوتية من امرأة تجهض غالبا وبعدين شافت نساء
دائما يعيرنها، فحسدت هن تقول انا حسدتهن وفعلا اجهضن، ما حكمي اتوب شنو اسوي؟ امراه طيبه على حال امراه طيبه وتتصور انه لما اسقطن يعني هي سبب، لا انت مو سبب بابا، الله سبحانه وتعالى على حال اراد ان يعطيهن درس ويعطيهن انذار، بس يظهر انه ما عندهن وعي وما ما يتعظن، والى الان ياذيك يعني ياذينك بكلامهن. بابا شوفي، أولا توكلي على الله، هذا واحد، أن الله سبحانه وتعالى هو المعين وهو على حال الملجأ إليه وهو عليه توكلنا وعليه إنابتنا ومصيرنا، هذا واحد. اثنين، من يسيء إليك لا تحاولي أن تسيء إليه، يعني حاولي أن لا تردي الإساءة بالإساءة، واضح بابا؟ ثالثا، دائما دائما ادعي الله سبحانه وتعالى يرزقك سعة صدر وتحمل الآخرين، أنه تدعين عليهم يدعوا عليك كذا، هذا مو لطيفة، ما أقول أنه عليك، لا عليك دية ولا عليك قضاء ولا عليك كفار أبدا، كل شيء ما عليك، إنما أقول يا ربي أنا أستغفرك إذا شوية في قلبي علي حال صار حقد. تمام. سيدنا الكريم، الأخت الفاضلة أم منصور قالت أنا حاجة ظهري هم كبيرة سن من صوتها مبين، لما أصلي ظهري يوجعني وأني صلاتي يعني طويلة الوقت يعني، والدكتور قال لي 5 دقائق لا بأس، بس أنا ما أقدر أخلص صلاتي ب5 دقائق. شوف حجية، أنت بمقدار اللي تقدرين توقفين ايش قد تقدرين توقفين؟ مقدار النية خو تقدرين، جاء أنوي أصلي صلاة الظهر قربة الله، هاي مقدار خو أقل من 10 ثواني، زين. النية تكونين واقفة، تكبيرة الإحرام تكونين واقفة، لأن هذه أمور لابد من شرط الوقوف فيها قيام، وتقرين الحمد، نص الحمد تعبتي قعدي على الكرسي، نص الحمد إذا تعبتي قعدي على الكرسي، مو أنه أنا صلاتي من البداية وأنا قاعدة، لا، الضرورة تقدر بمن؟ بقدرها. أنا ضرورتي أنه سيدنا بعد 3 دقائق 4 دقائق أتأذى قعدي بعد ذلك، وإذا قدرتي يعني ركعتي وسجدتي وانت قاعدة، إذا قدرتي تقومين قومي بمقدار اللي تقدرين عليه، فصلي بشكل ماذا؟ ملفق بين القيام والقعود على الكرسي حتى تأدين اللي عليك بينك وما بين الله. أحسنتم سيدنا الكريم. يعني بما أنه الأسئلة انتهت وعدنا 3 دقائق، فيعني أطرح على جنابكم سؤال مرتبط بالآية اللي ذكرتوها في بداية الحديث سيدنا، اللي هي الإنسان اللي يتبع فيحتمل، إضافة إلى وزر، وزر من اتبع على هذا الأمر. بعض الناس من أجل المزاح، من أجل الشيء ترطيب الأجواء، ينشر صور معينة على الإنترنت، الصور أحيانا تكون خادشة للحياء، فلا بأس بالتوضيح عن أن كل شخص راح يشوف هذه الصورة هل سيحتمل شيء من وزره؟ شوفوا، أكو حديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، شوفوا أخواني، جاء أكيد وأقول أنه من مفطرات الصيام الكذب على الله وعلى الرسول، من مفطرات، يعني إذا واحد يكذب على الله وعلى الرسول صومه باطل، فأنا صايم لما أتكلم عن هالقضايا يعني موجودة، نعم. يعني هذا حديث مو من جيبي، وإلا صومي يبطل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا أنا أنشر صورة خادشة للحياء، كلام باطل، سيد رشيد مثلا أكل، سيد رشيد شرب مثلا، والناس ينشرون بنشري، واللي ينشر ينشر ينشر، فدميت ألف إنسان صار عنده على سيد رشيد فرد نوع من الظن السيء بسبب هذا الخبر، كل هذا وزره عليك لأن أنت السبب. فلذلك أقول دير بالكم يا جماعة، لا تصيرون ممن تجرون الناس إلى الغلط، نعم. تجرون إلى الناس إلى تشويه سمعة أو تسقيط جماعة أو تضليل، هذا اللي يوزع منشورات أن التقليد حرام. بابا أنت تعرف شنو التقليد؟ تعرف لو مطيك 10,000 دينار روح التوزع، وهي 10,000 دينار شو تسوي لك يوم القيامة يا ابني؟ هاي 10,000 شو تسوي؟ أو أنه سيدنا قشمروني كذا، هذا قشمروني كذا يوم القيامة مو دليل، الله من عليك بالعقل، العالمين يعني. يقول أحسن رب العالمين، يقول شا سألت
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا، استفقهوا، تفقهوا. فإذا جاء بأحد يوم القيامة قيل له لم تعمل؟ ليش ما عملت؟ قال يا مولاي يا رب أني لم أعلم. لما لم تعمل؟ قال إني لم أعمل. يأتيه النداء أولا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ نحن مأمورون بالتعلم والتفقه والسؤال. واسأل كما ورد عن الإمام، اسأل اسأل حتى يقال عنك مجنون، اسأل حتى يقال. ليش؟ أمر الدين، أمر الدين أمر خطير. لأنه والله في الفيسبوك قالوا بالما أدري وين قالوا، لا، ابحث عن أمر دينك فإنه أهم من كل شيء. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذا الوقت الثمين وعلى هذه الإجابات المهمة. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، حياكم الله. وأيضا الشكر موصول للسادة الكرام مشاهدينا، أخواتنا أخواتنا الأفاضل اللي منحونا هذا الوقت ودخلونا إلى بيوتهم في هذه الساعة المباركة. نسأل الله لهم أعمالا يعني مقبولة إن شاء الله، ودعوات مستجابة، وأن لا ينسونا في دعواتهم إن شاء الله. شكرا لكم، في رعاية الله وحفظه.